حب حياتها. قول ندى زوجتي. ندى زوجتي. لكن من حولها لا يرحم. يعني ما فكرت في يوم تطلقين وتعيشين حياتك طبيعية؟ إبراهيم، ندى تعاملك زين؟ أنت تبي ندى تبكي؟ قسوا عليها وحاولوا تدمير حبها. افتح الباب. وين إبراهيم؟ فهل تصمد أمام هذه العاصفة؟ هذا إبراهيم اللي خلاني أصير مرة مثلي مثلك. مشاوير، الخميس 9:30 بتوقيت السعودية على NBC One.